أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج البورصة الرياضية. معكم أنا أحمد بخاري. في حلقة هذا الأسبوع سنسلط الضوء على الفرق الأربع التي أشعلت دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ولكن دعونا نستهل حلقتنا بأهم أخبار الرياضة لهذا الأسبوع. مدد نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم عقد مدافعه الدولي البرازيلي ديفيد لويس حتى عام 2021، وخاض لويس 246 مباراة خلال مسيرته مع تشيلسي، سجل خلالها 18 هدفاً. يذكر أن البرازيلي انضم إلى البلوز تشيلسي في صيف عام 2016 قادماً من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة وصلت إلى نحو 34 مليون يورو، وبراتب أسبوعي نهزل 140 ألف جنيه استرليني. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا تأييد عقوبة منع نادي تشيلسي الإنجليزي من التعاقد مع لاعبين جدد على المستوى المحلي والدولي، وذلك لمدة عام واحد، لكن سيكون بوسع النادي اللندني تسجيل ناشئين حتى 16 عاماً خلال تلك الفترة. وكان تشيلسي عقب إلى جانب حظر القيد بغرامة نهزت 600 ألف دولار في فبراير الماضي في قضية تتعلق بمخالفة لوائح الانتقالات الدولية للاعبين الناشئين الأقل من 18 عاماً. وبحسب الفيفا فإن العقوبة ستسري على النادي كله باستثناء فرق السيدات وكرة الصالات، ولا تمنع النادي من بيع اللاعبين. قدمت إدارة ليفربول الإنجليزية عقد جديد للمدرب يورغن كلوب لمدة 5 أعوام بعد تأهله لنادي دوري أبطال أوروبا، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام مختصة بسوق الانتقالات. ووفقاً للتقارير فإن كلوب سيحصل على راتب قدره 10 ملايين يورو بزيادة تبلغ 2 مليون يورو عن راتبه الحالي والبالغ 8 ملايين يورو، مما يجعله الثاني أعلى أجراً بالدوري الإنجليزي الممتاز. ووقع ليفربول مع كلوب في أكتوبر 2015، وفي حال استمراره للأعوام الخمسة المقبلة ووفقاً للعقد الجديد فسيصبح من بين المدربين الأكثر بقاءً على رأس الإدارة الفنية للفريق في تاريخ النادي. توج اللاعب الصربي نوفاك ديجوفيتش المصنف الأول عالمياً بلقب فرد الرجال في منافسات بطولة مدريد للتنس الأساتذة ذات الألف نقطة، بعدما تغلب على منافسه اليوناني ستيفانوس تسيسيباس المصنف التاسع بمجموعتين دون مقابل بواقع 6-3 و6-4. وبهذا الفوز نجح ديجوفيتش في تحقيق لقبه الثاني هذا الموسم وال33 في بطولات الأساتذة بشكل عام، كما رفع رصيده الإجمالي من عدد الألقاب إلى 74 لقباً خلال مسيرته الاحترافية والتي انطلقت عام 2003. هذا وقد حصل ديجوفيتش على 1,200,000 يورو قيمة الجائزة لصاحب اللقب، بينما حصل ستيفانوس إلى حوالي 600,000 يورو جائزة الوصيف. المنافسة الشرسة بين شركات المستلزمات الرياضية في مجال رعاية الأندية دفعت شركة أديداس لتجديد عقدها مع نادي ريال مدريد الإسباني حتى عام 2028، وبصفقة بلغت 120 مليون يورو سنوياً. نتابع المزيد في سياق التقرير التالي. بعد العقد الخيالي الذي وقعته شركة أديداس للمستلزمات الرياضية مع نادي ريال مدريد بداية العام الحالي والذي وصل إلى 1,100,000,000 يورو ولمدة 10 سنوات، أعلنت الشركة الألمانية لصناعة الملابس والمستلزمات الرياضية أنها مددت عقد رعايتها للملك الإسباني حتى عام 2028، وبصفقة وصلت إلى 120 مليون يورو سنوياً بحسب التقارير. وفي وقت يحتدم فيه الصراع في أوروبا بين الشركة الألمانية من جهة وشركتي نايكي وبوما الصاعدة بقوة من جهة أخرى، تراجع تفوق شركة أديداس أمام منافستها نايكي الأمريكية الأكبر حجماً والتي ترعى الغريم التقليدي نادي برشلونة بقيمة وصلت إلى 105 ملايين يورو سنوياً، وتجري محادثات أيضاً مع ليفربول صاحب المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز. الرئيس التنفيذي لأديداس قال أن الشركة قامت بخطوة تمديد العقد مبكراً مع النادي الملكي للمضي قدماً في تعزيز مكانة الشركة في عالم كرة القدم، فالمنافسة الشرسة بين أديداس ونايكي وبوما للحصول على عقود رعاية ضخمة لكبرى الأندية الأوروبية أدت إلى إبرام صفقات قياسية في السنوات الأخيرة. ومن جهة أخرى تراجعت مبيعات شركة أديداس في أوروبا بنسبة 3% خلال الربع الأول من العام الجاري،
لكنها قالت إنها تأمل في حدوث تعافي بحلول نهاية العام مع سعيها لتعزيز مبيعاتها في مجال الأجهزة الرياضية. هي واحدة من الرياضات التي تتنافس فيها الفرق باستخدام عصا الهوكي. جمال اللعبة وشعبيتها جعلتها مصنعاً للأموال والأرباح للأندية وللاعبين. لذا سنتعرف في حلقة هذا الأسبوع على لاعبي الهوكي الأعلى أجراً في عام 2019. لنتابع. دوري أبطال أوروبا، البطولة الأعرق أوروبياً والأكثر جماهيرية. ما حدث في نصف نهائي البطولة هذا الموسم كان حديث الجميع. مفاجآت من العيار الثقيل ورومونتادا تاريخية كانت عنوان هذا الموسم. كل هذا دفعنا لتسليط الضوء على الفرق في نصف نهائي دوري الأبطال من الناحية المالية. لنتابع. تحول نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم إلى حكاية ورواية بأحداثه الهامة والمجنونة والغريبة. تهافتت الصحف العالمية لعنونة ما حصل، ريمونتادا تاريخية في المباراتين وأحداث درامية قلبت الطاولة وعدلت موازين القوى. كل هذا دفعنا لتسليط الضوء على الفرق الأربعة في نصف نهائي البطولة هذا الموسم من الناحية المالية. من الأقوى ماليا ومن الذي ينفق أكثر؟ البداية مع العملاق الإسباني نادي برشلونة. الضربة كانت موجعة للنادي الكتالوني، فبعد تقدمه بثلاثة أهداف في مباراة الذهاب أمام نادي ليفربول الإنجليزي، قام الحمر بقلب الطاولة على الفريق الإسباني في مباراة الإياب ودك حصون الكتالان بأربعة أهداف بلا مقابل ليتأهل إلى المباراة النهائية. النادي حمل لقب البطولة خمس مرات. القيمة السوقية للنادي بلغت 1,100,000,000 يورو. أما أغلى لاعب في الفريق من حيث القيمة السوقية فهو الأرجنتيني ليونيل ميسي بقيمة وصلت ل 160,000,000 يورو. وعن سوق الانتقالات هذا الموسم فكان البرازيلي مالكوم أبرز اللاعبين القادمين بصفقة وصلت ل 37,000,000 يورو. أما أبرز اللاعبين الذين غادروا قلعة الكامب نو فكان البرازيلي باولينيو بصفقة وصلت ل 38,000,000 يورو. وإذا ما نظرنا على السجل المالي لبرشلونة في الموسم الماضي فقد حقق النادي إيرادات تجارية بلغت 914,000,000 يورو، شملت الدعايات والتذاكر وحقوق البث وموارد أخرى. أما على صعيد الأرباح فقد حقق النادي أرباح قبل خصم الضرائب بلغت 177,000,000 يورو، جاءت من مصادر كثيرة أهمها مبيعات قمصان الفريق. لكن إجمالي النفقات ارتفع بنسبة 30% ليصل إلى 882,000,000 يورو. ننتقل إلى نادي ليفربول الإنجليزي والذي حقق لقب البطولة أيضاً خمس مرات. النادي الذي تأهل إلى نهائي البطولة وصنع ريمونتادا تاريخية سيتحدث عنها الجميع طبعاً، بلغت قيمته السوقية حوالي 950,000,000 يورو، فيما كان أغلى لاعب من حيث القيمة السوقية في الفريق هو المصري محمد صلاح بقيمة وصلت ل 150,000,000 يورو. أما أبرز اللاعبين الذين انضموا إلى الحمر فكان الحارس أليسون من نادي روما بصفقة وصلت إلى 72,000,000 يورو. اللاعب كان أحد نجوم الفريق الذين ساهموا بوصول الفريق إلى دور النهائي، فيما كان أبرز اللاعبين المغادرين هو اللاعب دومينيك سولانكي بقيمة وصلت 38,000,000 يورو.
وعن السجل المالي للفريق، فبلغت الإيرادات التجارية للنادي حوالي 514 مليون يورو. كما حقق النادي أرباحاً قياسية قبل خصم الضرائب بلغت 144 مليون يورو. واستكمل ليفربول سجله المالي المثالي بتخفيض النفقات بنسبة 3% لتصل إلى 370 مليون يورو. نتحول الآن إلى الشق الثاني من نصف النهائي، ونبدأ مع نادي توتنهام الذي تأهل إلى نهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخه في مباراة درامية استمرت للثواني الأخيرة. القيمة السوقية للنادي الإنجليزي وصلت لحوالي 835 مليون يورو، وكان أغلى لاعب في الفريق من حيث القيمة السوقية هو هاري كين بصفقة بقيمة وصلت إلى 150 مليون يورو. وعن سوق الانتقالات، فقد كان أبرز اللاعبين القادمين هو اللاعب أوليفر سكيب من الدوري الدرجة الثانية. أما أبرز اللاعبين المغادرين فكان موسى ديمبلي بصفقة وصلت 13 مليون يورو. وإذا ما نظرنا على السجل المالي للفريق فنجد أن الإيرادات التجارية وصلت لحوالي 428 مليون يورو بزيادة 23% عن عام 2017. أما على صعيد الأرباح فقد حقق النادي أرباحاً قبل خصم الضرائب بلغت 130 مليون يورو بزيادة بلغت 200% عن عام 2017. فيما بلغ إجمالي النفقات للنادي حوالي 340 مليون يورو بزيادة أيضاً بلغت 7%. ومع زيادة الإيرادات فإن زيادة النفقات تعتبر طبيعية وليس بالمبلغ الكبير. أخيراً نلقي نظرة على نادي أياكس الهولندي، النادي الحاصل على لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات. ذاق الأمرين في مباراة درامية خيالية تحول فيها الفريق من الفريق الأقرب للفوز والتأهل إلى النهائي لتوديع البطولة في الثانية الأخيرة من المباراة بعد تلقيه هدف قاتل أنهى مشواره في البطولة. القيمة السوقية لنادي أياكس بلغت حوالي 420 مليون يورو، وكان أغلى لاعب في الفريق هو من حيث القيمة السوقية هو فرانك ديونغ بقيمة وصلت ل 75 مليون يورو. وفي سوق الانتقالات كان أبرز اللاعبين القادمين هو اللاعب دالي بليند بصفقة وصلت 18 مليون يورو من نادي مانشستر يونايتد. وأبرز اللاعبين المغادرين فكان اللاعب جاستن كلويفر بقيمة وصلت 17 مليون يورو. وعن السجل المالي للفريق فكان ضعيف جدا، الإيرادات وصلت إلى 92 مليون يورو، تراجعت عن عام 2017 بنسبة 22%. أما أرباح النادي قبل خصم الضرائب فبلغت فقط 2 مليون يورو، وهو تراجع عن عام 2017 بنسبة 98%. أما إجمالي النفقات للفريق فبلغت حوالي 106 ملايين يورو في عام 2018. كانت هذه النظرة مالية على الفرق الأربعة التي أشعلت نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. انتهت حلقتنا لهذا الأسبوع، شكرا على حسن المتابعة، دمتم بخير وإلى اللقاء.